كابتن عماد متعب واحد من نجومنا ونجوم النادي الاهلي السابقين. كابتن عماد مساء الخير. كابتن سيف مساء الخير، وحشني، اخبارك ايه؟ انا تمام الحمد لله، اخبارك؟ يا رب تكون بخير. يا رب دايما الحمد لله كل حاجه كويسه. شايف النهارده ازاي اداء النادي الاهلي والتعادل؟ النادي الاهلي من ناحيه الاداء ادى اداء جيد جدا، دي وجهه نظري. يعني ادى من ناحيه وصل للمرمى وكان بيلعب كوره بشكل جيد، في طبعا في اخطاء في الناحيه الدفاعيه، لكن في الاخر تظل المشكله الرئيسيه بالنسبه للنادي الاهلي وهي اهدار الفرص، ودي مشكله كبيره جدا جدا. لازم النادي الاهلي يشوف حل ليها، لازم اللعيبه تشوف حل ليها. المدير الفني ملوش دخل بالقصه دي، يعني المدير الفني هو دوره انه يوصل اللعيبه داخل الملعب فنيا ان هم يوصلوا للمرمى، لكن في الاخر اللعيبه هي اللي لازم تشوف ايه المشكله، فين المشكله. النهارده مباراه سهله بالنسبه للنادي الاهلي داخل الملعب، مش قبل المباراه، مباراه صعبه جدا، بيتك لاب فرقه كويسه وفرقه مميزه، لكن داخل الملعب مباراه كانت سهله جدا بالنسبه للنادي الاهلي، فيها فرص كتير جدا جدا جدا، مباراه مفتوحه، النادي الاهلي كان عنده فرصه يكسب النهارده سكور، مش يكسب واحد ولا اثنين، يكسب سكور. لكن في الاخر اهدار فرص بكم كبير جدا، ومش مباراه النهارده بس، مباراه اللي قبل كده كمان. اهدار فرص كتير جدا جدا في الشوط الاول، وفوق هجمه واحده بالنسبه لبيتا كلاب في الشوط الاول بهدف، والشوط الثاني النادي الاهلي قدر يرجع وسجل هدفين بالتغييرات اللي عملها موسيماني، لكن في الاخر برضو كم من الفرص غير طبيعيه. وطبعا ضربه جزاء كارثيه. انا بالنسبه لي ضربه الجزاء اللي اتحسبت النهارده على النادي الاهلي دي كارثيه، يعني ما فيش كده في كره القدم. التحكيم مشكله كبيره جدا، الغاء الفار في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا كان يعني قرار انا بالنسبه لي خاطئ، لان احنا شفنا نتيجته النهارده وهنشوف نتائجه في حاجات كتيره جدا. يعني لان النهارده انت بتشوف عمرو السوليه ما لمس لاعب بيتا كلاب، لعيب وقع والحكم شايف الكرة ومع ذلك حسب ضربه جزاء، وضربه الجزاء خلت التعادل النتيجه 2-2، فالنادي الاهلي بقى ثالث المجموعه، من بعد لو كان كسب النهارده كان هيبقى ثاني المجموعه، فاثرت على 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 وجود النادي الاهلي في في ترتيب المجموعه، اثرت على النتيجه، اثرت على اللعيبه بشكل كبير جدا. فعلى ما اعتقد ان التحكيم كان جزء من تعادل النادي الاهلي النهارده، لكن في الاساس لعيبه النادي الاهلي هي السبب.